السلام عليكم طلبتي الأعزاء، مرحب بكم في الدرس الثاني من مادة Advanced Air Structures. احنا أخذنا بالمحاضرة السابقة الـ Active Earth Pressure، واستعرضنا احنا الاشتقاق مالتها. قلنا الـ Active Pressure سيجما Active equal gamma Z Ka minus 2C تحت الجذر KA، وعرفنا الاشتقاق مال هاي المعادلة شلون احنا من المور سيركل البرنسبل ستريسز، وحين يصبح الاجهاد الافقي مساوي للضغط الفعال يقال ان التربة انها في حالة رانكين الفعالة اكتف ايرث بريشر سيجما اكتف. زين، حالة رانكين غير الفعالة الباسيف ايرث بريشر سيجما باسيف، هذا وان حركة الجدار عن التربة، احنا قلنا حركة التربة على الجدار هي تسبب الاكتف بريشر اللي هو هذا مقداره يزداد ازدياد خطي، بالمقابل انه هناك قوة معاكسة اللي هي تمنع حركة الجدار، يعني الجدار يسلط ضغط على التربة هي قوة الباسيف ايرث بريشر. هذا هو ان حركة الجدار على التربة في الاشتقاق أعلى، أوكي، يعتبر أوكي إلى الخارج. ومن الجهة الأخرى إذا تحرك الجدار نحو التربة سيحدث الانضغاط جانبي للتربة وتزداد قيمة السيجما X، يعني سيجما 3، حتى تصل إلى حالة التوازن لدن. يعني هذا إحنا عندنا الفحص مال ثلاثي المحاور، وهذا مستوى الإخفاق، وهاي سيجما 1 وسيجما 3، وقلنا احنا بالاكتف راح يمس سطح الإخفاق. بالعكس اذا سيجما 3 راح تبدي تزداد اكثر من سيجما، سيجما 1 ثابته تزداد الى ان تطف مستوى الإخفاق في هاي النقطة، يصبح سيجما 3 هو البرنسيبل ستريس وسيجما 1 هذا الميجر وهذا الماينر، بالعكس يعني. وهذا عندنا احنا المثلث مالنا، هاي الزاوية فاي، اوكي، هذا هو ان حركة الجدار عن التربة الاشتقاق يعتبر الخارج. من الجهة الاخرى ان تحرك الجدار نحو التربة سيحدث انضغاط جانب للتربة تزداد قيمة سيجما 3 حتى تصل إلى حالة التوازن اللدن، ولهذه الحالة فإن سيجما إكس يصبح القيمة العظمى وهو الإجهاد الرئيسي الأكبر، ولا الإجهاد سيجما زد يساوي ضغط التثقيل وهو ذلك الإجهاد الرئيسي الأصغر، أوكي، فسيجما زد تصير سيجما 3 هي البرنسيبل ستريس اللي تساوي جاما زد، وأن قيمة سيجما 1 العظمى تصل حين تصل دائرة مور، أوكي، غير فعال. من هذا نستنتج أنه السيجما باسيف، okay. السيجما باسيف هي جاما زد كي بي ماينس 2 سي زائد بلس 2 سي تحت الجذر كي بي، والكي بي هو 1 زائد ساين فاي على 1 ماينس ساين فاي، عكس يعني ذيك، احنا مو قلنا ذيك 1 ماينس ساين فاي على 1 plus sine 5، okay. وال k passive في الحالة ال k passive تساوي 1 plus sine 5 على 1 minus sine 5، okay. قلنا سنعيدها سيجما 3 سيجما 1 kp plus 2c تحت الجذر kp، okay. عرف المعاول الضغط غير الفعال، فإن المعادلة يمكن كتابتها بالشكل التالي، أوكي، هاي المختصر. وحين يصير الإجهاد الأفقي مساوي للضغط غير الفعال فإن التربة يقال عنها أنها في حالة رانكين غير الفعالة passive رانكين state. وجد هناك مجموعتان من مستويات الإخفاق مائلتان بزاوية مقدارها 45 plus pi over 2 مع الشاقول اتجاه المستوى الرئيسي الأعظم، كما هو مبين
في الشكل 2 4 أعمدة.